السلام عليكم. شلون تبي تعرف إذا هذا الوزير أو هذا النائب يحب التلميع الإعلامي وما راح يكون عنده إنجازات في الوزارة، فقط يبي خدمات الإخبارية تلمع له وترفع فوق؟ النواب، أغلب النواب إذا نجحوا في انتخابات مجلس أمة، وحتى قبل لا ينجح بالانتخابات شكل لجنة الإعلامية. الله أكبر. فاللجنة الإعلامية هذه شو تسوي؟ تروح تتصل على الخدمات الإخبارية، ها بنزل كم خبر، كم تأخذون بالشهر، تأخذون ولا مقطوع ولا شلون وكذا. فالخدمات الإخبارية اللي تتلقى الأموال معروفة، يعرفونها، الخدمة الفلانية كذا وكذا وكذا، أنا ما راح أذكرها. ووزير، بعض الوزراء وزير توه ماسك، زين، طبعا مكتبه في لجنة إعلامية، يلا روح كلم لي الخدمات الإخبارية عشان يلمعوا لي، عشان أظهر قدام القيادة وقدام الناس أني أنا قاعد أشتغل وقاعد كذا. وهو تلقاه قاعد بمكتبه، زين، عال على الوزارة، أو تلقاه يروح يستقبل بدوانيته، يستقبل الناس عشان يجي خلص أمورهم بالوزارة. أعرف أن هذا الوزير ما وراه رجل، ما أبد، لا 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 تعتقد أن هذا الوزير جاي بينجز، هذا جاي بخلص شغله وشغل ربعه ويدور التلميع الإعلامي بدون إنجازات وبدون شيء. فهذه النوعية من الوزراء اللي تحب التلميع، هذا فاشل صراحة، هذا فاشل. بينما ان الوزير اللي يشتغل ويبين شغله للناس ويطلع اكاونت الوزارة يشرح شنو سوى الوزير، انجازات الوزير، اليوم سوى كذا، بكره راح يسوي كذا وغيره، يسهل انجازات، يسهل معاملات الناس، مو يروح يعقد معاملات الناس عشان يروح يرضي النواب او عشان يروح يتمنى على الناس اني انا خلصتك وكذا، ويروح يفتح ديوانه. شكوا فيك انا اروح فاتح ديوانك. من اول ما يمسك الوزارة وتكتب عنه الخدمات الاخبارية تلمع فيه، اعرف ان هذا الوزير فاسد، هذا الوزير لا يصلح لهذا المنصب، هذا المنصب اكبر منه ورحيله واجب،